بسم الله الرحمن الرحيم. يرحب بالجميع، سادة وسيدات، بنات وأولاد، صغار وكبار، في قناتكم قناة 2020 1900.1901، القناة الإذاعية. إذاعية يعني لا نتوقع فيديوهات مثل هذه، ممكن حتكون 10 فيديوهات، كل يوم سبت فيديو في البث المباشر. الآن نحن في البث التجريبي. طبعا الآن يعني الإذاعة أصبحت ممكن تصير مرئية، يعني هناك كثير برامج إذاعية مستضافة في الستلايت، لكن هي صوت فقط. فهنا قناتنا دمج بين الصوت والصورة، يعني أي وقت المذيع يحب يطلع ممكن، أو يكتفي بصوت وصورة زي في التسجيل السابق في البث التجريبي، وحتى هذا التسجيل في البث التجريبي. إذن في البث الحقيقي أو البث اللي هو سيبدأ إن شاء الله في أكتوبر شهر 10، يعني بعد أسبوع أو 10 أيام، اللي هو طبعا بث مسابقة مليون. تكلمنا في البث الأول وهذا البث الثاني، تكلمنا كان البث بدون فيديو يعني مجرد صوت، عن المسابقة. هي حتكون في 10 أجزاء أو 10 أسابيع، وكل أسبوع سنعرض وجهة نظر، ويستطيع المستمع أو المتسابق أن يبعث بفيديو، سواء تسجيل فيديو أو صوت، يعني كله مقبول، ويرسلوا على الكنترول. طبعا إذا بدأ البث إن شاء الله يوم السبت ويعاد يوم الأربعاء، سوف لا نعيد ونكرر طريقة الفيديوهات موجودة. يعني من يسأل يعني يعتبر بدأت المسابقة. الجوائز إن شاء الله ستكون تسلم في معرض الكتاب. هناك رعاة في مجال التعليم وفي مجال الصحة، شركات يعني، ممكن عيادة مشهورة، ممكن. طبعا نحن ما ندعم أو ما نريد يعني نزود اللي قده فلوسه كثير، يعني مثلا الجراحين في العيادات الخاصة وليس في المستشفيات، سواء في السعودية أو في مكة، يعني لأن يشارك مكة والقاهرة، الرعاة حيكونوا من مكة والقاهرة، مكة منطقة مكة يعني جدة. وكذلك مثل يعني المدرسين يعني اللي بيعطوا تعليم عن بعد سوف يدعم. لا ندعم الرأسمالية الشركات الكبيرة، يعني ما يحتاجوا دعاياتهم وإعلاناتهم موجودة، لكن هنا حتى يعني يعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التعليم عن بعد أو في البيت، مثل شركة مكة سمارت للتدريب، شركة مكة سمارت شمس للتدريب، هي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشروع استثماري في مصر، ومثل المشاريع الناشئة شركاتنا، يعني أنا بعمل دعاية لنا. المهم الكتاب
سيكون في فرصه او للرعاه انهم يرسلوا يعني يشاركوا في الكتاب في فواصل الكتاب. الكتاب حيكون لايف يعني PDF ولايف ومتغير يعني زي الدليل. طيب الآن كما وعدناكم الحلقة كلها دائما 10 دقائق، نوقف الآن وإن شاء الله نسجل حلقة ثانية. والفاصل اسم المسرحية فاصل كورونا، ونواصل نذكركم باسم المسرحية. في الجزء الثاني نتكلم عن، وما زلنا في البث التجريبي، عن ماذا يتوقع في المسابقة. وشكرا.